صباح الخير ليا. صباح الخير نوري، سعد صباحك ونهارك سعيد، وصباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا بيوم جديد وحلقة جديدة. يا رب هاليوم كل أمنياتكم تتحقق وكل شيء حابين يصير يمشي حاله، والتوفيقات لكل الناس ونهاركم سعيد وعن جديد. صباح يا نور. يسعد صباحك وصباح جميع مشاهدي الإخبارية السورية وين ما كنتوا عم تتابعونا. رحلة صباحية جديدة تتضمن العديد من المحطات من دمشق وأكيد للمحافظات السورية حصة برحلتنا الصباحية، لكن كالعادة مع بداية كل نهار بنتمنى نهار يحمل الخير والبركة وراحة البال والرزق الكتير والانفراج لكل الناس. خلونا نروح لفاصل غذائي، فاصل غنائي، نبتدي رحلتنا الصباحية. تابعينا أكيد بصباحنا وخلينا نروح ونقلب برزنامة التاريخ ونعرف شو تسجل بمثل هاليوم بالتقرير التالي. اليوم 21 أيلول، كثير من الأحداث سجلت عبر التاريخ. قراءة سريعة لذاكرة هاليوم. بعام 1792 إلغاء النظام الملكي وإعلان قيام الجمهورية في فرنسا، وبعام 1843 تشيلي تغزو مضيق ماجلان ليصبح تحت سيادتها. بعام 1964 استقلال مالطا عن المملكة المتحدة، وبعام 1991 استقلال أرمينيا عن الاتحاد السوفيتي. من الشخصيات يلي أبصرت النور بمثل هاليوم من عام 1853 هايك أونس، عالم فيزياء هولندي وحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء بعام 1913. ومن الشخصيات يلي غيب الموت عن عالمنا بمثل هاليوم من عام 1822 والتر سكوت، كاتب روائي اسكتلندي. أما هلأ مشاهدينا بننتقل لمعلومات ممكن نكون بنعرفها وممكن عم نتعرف عليها لأول مرة بفقرة هل تعلم؟ الفواكه المجففة عنصر غذائي مفيد للصحة لاحتوائه على فيتامينات ومعادن أساسية متنوعة لجميع الفئات العمرية. ممكن تكون علاج للقلب، بتحميه على المدى البعيد وبتنظم ضغط الدم، كما أنه احتوائه على بروتينات ومغذيات دقيقة ومختلفة ممكن تفيد مرضى هشاشة العظام. أيضاً إلى دور مهم بإدارة الوزن والتخلص من الوزن الزائد بسبب وجود الكثير من البروتينات يلي بتساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، واحتوائه على سكريات طبيعية بتتغلب على الرغبة بتناول الحلويات، إضافة للكثير من الفوائد سواء للمناعة أو صحة الجلد والجمال حتى على العين، وخاصة للأشخاص اللي بيعملوا لأوقات طويلة على الكمبيوتر، وبتسهم بتحسين التركيز لاحتوائه على أوميجا 3 المفيدة لخلايا المخ. لكن لازم ننتبه إنه الفواكه ما لازم تكون مضافة لثاني أكسيد الكربون يلي بيعزز لونها أو ممكن ينضاف إلى مواد صناعية. وهيك منكون ختمنا فقرتنا الطبية بشي مفيد لصحتنا. وإلى دار الأسد للثقافة والفنون، حيث انطلقت عروض السينمائية تحت عنوان أيام سينما المقاومة في صالة الدراما. مزيدا من التفاصيل من تبع بالماضي التالي.
مهرجان اليوم يقام بالتعاون بين عدة أطراف كلها معنية بقيم المقاومة وبالمقاومين وبطولاتهم. هذا المهرجان يعني ينظم في وقت حساس للغاية. المنطقة تمر بوضع سياسي وعسكري، لا بل العالم أجمع يمر بهذا الوضع، ولا شك بأن للمقاومة دورا كبيرا في تعزيز الثقة بالنفس وتعزيز التمكن والثبات في الأرض، وهي دروس نتعلمها من قاوم ومن استشهد ومن ضحى بحياته في سبيل أرض وطنه، دروس في الصبر وفي تجاوز الذات وفي التضحية، وهكذا تبنى الأوطان. أما هلأ مشاهدينا بننتقل لأولى محطاتنا لليوم. كتير من الأهالي اللي عندهم أولاد بعمر المراهقة بيشتكوا من اضطراب الوزن عندهم، يعني يا أما بيكون نحيف جدا أو عنده وزن زائد. اضطرابات الغذاء هي حالات خطيرة ترتبط بالسلوكيات الخاطئة في تناول الطعام. لنحكي عنها أكثر، عن اضطراب الغذاء، شو أسبابه عند المراهقين، شو طرق علاجه. معنا الاستشارية الاجتماعية رندا علي ديب، اختصاصية التغذية رغد بتنجاني. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباحك يا هلا. صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم. يعني بالبدايه خلينا نروح الى الشق الاجتماعي ونحكي مع رندا، شو يعني اضطراب الغذاء؟ هل هو دائما يعني هدول القصص بيربطوهم بالعامل النفسي العامل الاجتماعي؟ اضطراب الغذاء شو يعني من الناحيه النفسيه؟ هلا دائما لما نحن بنقول اضطراب او بنقول شيء بخص الغذاء، فنحن بيكون في عنا شقين، او بيكون فقدان شهيه فهو ما بياكل، او بيكون شراهه اللي هو بالعكس تماما، بيصير في اكل عتبه ما يقدر يتوقف عندها. بنحكي اول شيء عن القهم اللي هو اسمه القهم، اللي هو فقدان الشهيه القسري، يعني هو ممكن تجي نوبات بمعدل مرة بالأسبوع على مدى 3 شهور لأقدر أنا أقول أنه هذا اضطراب. بصير المراهق عنده عادات غذائية سيئة، بترافق معه بالمقابل بعد الوجبة حالات إقياء قسري، يأخذ ملينات معينة، يصير ما يعتني بغذائه بشكل معين. طبعا هذا الأساسي فيه بيكون دائما الجانب النفسي أو الجانب اللي نحن بنسميه اجتماعيا لحتى نقرب للناس لحتى يقدروا يفهموا تماما شو معناتها. لما أنا ببلش شوف عن طفلي بلش بأول فترات مراهقته
ما عنده صورة ذاتية عن نفسه بطريقة جيدة، دائما حاسس، خصوصي نحن بنشوف البنات أكثر من الصبيان، دائما هي عندها شعور انه هي مثلا ما لها نحيفه بال او جسمها حلو، او بتقارن حالها بمثل ما نحن بنشوف اللي هو جانب من الجوانب اللي بتخليها تظهر المشكله عند الصبايا، لما مثلا تقارن حالها بعرضات ازياء معينه، تقارن حالها بوزن هو غير مناسب لعمرها وطولها وبناء الجسمي. فلما بيكون هي عندها رؤيه لمنظرها غير لشكلها غير ما هو تماما واقع، فهون نحن بنبلش ناخذ هاي الاحتياطات وناخذ الاجراءات اللي نحن فينا نقول انه هاي الصبيه فايته باتجاه من مشكله ممكن تكون تبدا عاديه وبعدين تتحول لاضطراب اذا ما داركناها بوقت مناسب. رغد، حضرتك اختصاصية تغذية، يعني نحن عم نحاول نعرف اضطراب الغذاء عند المراهقين لأنه هم أساساً فينا نقول من المفهوم النفسي ومن المفهوم فينا نقول الغذائي، خلينا نعرفه أكثر للناس شو هو، يعني نحن عم نحاول نضوي عليه لأنه نبلش خطوة بخطوة، يمكن كثير من الناس ما بتعرف شو هو، كيف يتصنفه، كيف تتعامل معه من البداية. هلا نحن مثل ما بنعرف العمر المراهقة بيبدأ من 9 ل 10 سنين، بيستمر لقبل البلوغ سواء عند الذكور أو الإناث. بكل مرحلة بالحياة وبالطفولة وحتى بعد البلوغ في عنا اضطرابات خاصة بهاي المرحلة. المراهقة في عندي كتير اضطرابات أنا بشوفها، منها بيكون خفيف ممكن السيطرة عليه، ومنها بيكون شديد إذا ما تسيطر عليه ممكن يؤدي للأسف للوفاة. من أكثر الاضطرابات شيوعا في عمر المراهقة عنا يا أما زيادة الوزن كبدانة، أو عندي هزال، عندي فقر الدم بعوز الحديد، عندي نخور الأسنان، هاي من الاضطرابات اللي ممكن نحن نسيطر عليها. وعندي اضطرابات بيكون أساسها نفسي وراثي اجتماعي، مثل ما حكيت عنه الآن سيرندا، اللي هن القهم والنهم أو فقدان الشهية العصبية أو زيادة الشهية زايد عن اللزوم اللي بيترافقوا بإقياء قصري ومشاكل صحية. فاضطراب الغذاء هو أنه المراهق نظامه الغذائي بيكون غير طبيعي سواء بالزيادة أو بالنقصان، وغالباً ما بيكون أساسه نفسي أو عادات غذائية غير جيدة، لأنه نحن بعمر الطفولة اللي هي ما قبل المدرسة من 3 ل 5 سنين لازم نكون نحن معودين على نظام غذائي صحي. إذا هاي الفترة راحت بدون ما يتعود على نظام غذائي ورياضي صحي، غالبا بعمر المراهقه رح يعاني من الاضطرابات اللي نحن ذكرناها. تمام. هلا نحن كمان عم نشوف ضمن الاضطرابات يلي عم ترافق المراهقين هو بيقولوا الكسل بالجسم. طبعاً. ما بيقدروا يتحركوا، ما بيقدروا يفيقوا بكير على المدرسه. طبعاً. بيضلوا بدهم يضلوا قاعدين. في عندهم حاله من الخمول. طبعاً. وهي نتيجتها ببعض الاحيان غير الشق النفسي. طبعاً. نقص بعض الفيتامينز من الجسم. 100%. خلينا نحكي اليوم الاضطرابات من ناحيه التغذيه قد بتعمل نقص الفيتامينز بالجسم، قد بيعمل يمكن حالات بتؤدي لضعف نفسي ايضا. اكيد اكيد. هلا مثل ما انا في نقطه ذكرتها راح انطلق منها كثير اساسيه، نحن دائما بنقول شخصيه الطفل تتكون اول 5 سنين، هي نحن المعلومه اكيد كلنا بنعرفها، كمان عاداته الغذائيه الصحيه والرياضيه كمان تتكون اول 5 سنين. نحن للاسف بعصر هلا معتمد على الانترنت، على الاجهزه الالكترونيه اللي هي بايد الاطفال من عمر صغير. صحيح. ما في هي التشجيع على الحركه واللعب مثل ما كنا نشوف من وقت سابق. طبعا زائد انه انا منتشر عندي الوجبات السريعه، الاكل السريع، الوجبات الغير صحيه، هي صارت موجوده بشكل كثير كبير. فهذا الشيء عم بيخلي الطفل وحتى من عمر صغير قبل ما يوصل للمراهقه عم بيتعود على نظام نشاط كنشاط رياضي ونظام غذائي سيء. عندي اول شيء هو ما تعود على حركه، فهو رح يوصل لعمر المراهقه هو متعود على الحركه والخمول الدائم، ما في ممكن، يعني ممكن يكون سبب الخمول منقص فيتامينات واما تعود من هو وصغير كيف نشاطه. وطبعا اضطرابات الغذاء، اذا الطفل مثلا متعود يقطع وجبات، ما ياكل مثلا على الغداء ياكل وجبه واحده وجبتين، اذا هو مثلا بيبتعد عن انواع من الاغذيه الصحيه ما بيحبها مثلا، اذا هو متعود على الوجبات السريعه على الحلويات على السكريات، فاكيد هون هي المواد الغذائيه ما حتامن له احتياجاته من الفيتامينز، وبالتالي رح يصير عنده مشاكل كثيره غير الخمول، مشاكل ثانيه غير الخمول. طيب خلينا نحكي معك عن سيرندا دور الاهل بتوعيه اطفالهم، يعني حكيت نقطه كثير مهمه اساسا هي بتكون مرحله تراكميه، يعني من 3 سنوات ل5 سنوات اساسا اذا ما كان في
توعية ونظام غذائي صحيح ما بتأدي هاي الحالة. دور الأهل هون كيف؟ خصوصاً نحن يعني اليوم مثل ما قلنا بعصر مختلف، السوشيال ميديا، اليوتيوب، الانترنت، يعني حتى الولد تلاقي قاعد إذا بده يأكل الموبايل قدامه، كتير تفاصيل وعادات وتقاليد بتخص الغذاء ما عاد موجودة. يعني هي لمة السفرة ونحن نقعد نتغدى أو نفطر مع بعض، هي التفاصيل كتير مهمة أساساً بذاكرة الطفل ما عم نشوفها بشكل كتير كبير. مثل ما ذكرتي أنا بيهمني أول شيء بالسنوات الأولى هي الوقاية لحتى ما يصير عندي مشاكل تراكمية تظهر بشكل أوسع بفترة المراهقة. صحيح. نحن من العادات اللي بنشوفها كتير خاطئة أنه ممكن نكافئ طفل بقطعة حلو أو نكافئه بأكل اللي أنا صرت ربطت له العامل النفسي أنه المكافأة أو الشعور بالإنجاز مرتبط بالأكل. في عندك مثلا من العادات السيئة كمان لما بيكون البيبي لسه صغير فهي أول ما ببلش أكل مثلا ممكن تعطيه خبزة بإيده أنه يتسلى فيها طول ما لو قاعد، فهو كمان صار في عنده شعور التسلية والمرح هو مرتبط بالأكل. هذا كله بيعطي مظاهر تانية مع العمر. في من الخصائص التغذية الأساسية لطفلي أنه أنا لما بدي بلش أقدم وجبات لطفلي تكون الوجبات اللي ما بتحتوي سكر، اللي تكون هي الخضار، تكون الأكلات مثل ما احنا بنقول الأكل المالح مو الحلو. فبعدين أنا فوت له أنواع الفواكه، ما بخلي أول ما يستسيغ طعمة الحلو والسكريات. بهي العادات البسيطة اللي أنا بكون فيها شخصية التغذية عن طفلي اللي كيف رابطها بالعامل النفسي عنده، بشتغل على جانب تاني اللي هو تقدير الذات اللي أنا نحن بنشوفها بفترات المراهقة بمشكلة اللي عم نحكي عنها اليوم. لما ببلش صار عنده قهم أو نهم فهو ببلش يبتعد عن المجموعة لأنه هو عرفان أنه عاداته الغذائية السيئة بطريقة الأكل سواء كان بشراهة ونهم ولا سواء كان بطريقة بيصير بيلعب بصحنه بيضيع وقت بالأكل بنقور هيك بس لقمتين أو بده يخبي الأكل يكبه لحتى ما حدا يشوفه إنه ما عم بيأكل، فبيصير هو بيبعد عن المجموعة، هو بيبعد عن العيلة. هون دور الأهل دائما يكون هاي العين المراقبة بطريقة غير مباشرة عن الطفل، خصوصي في فترة المراهقة اللي لما ببلش يكون هذا الأنا عنده وهي الشخصية الذاتية. كتير حلو نحنا كنا عم نحكي إنه هلأ من النظام الغذائي أو الهرم الغذائي الجديد مترافق معه دائماً نشاط رياضي، فكتير صح لما أنا بحطه ضمن نشاط رياضي جماعي من عمر صغير دائماً يكون شعوره بالإنجاز، ممكن ما يكون شعوره بالإنجاز ياخده من العلم، ممكن ياخده من نشاط رياضي. لازم دور على هذا المفتاح اللي أعطيه لطفلي لحتى يعرف ينمو وهو عنده شعور بالإنجاز بشي بيميزه لحتى ما يكون هاجسه بس صورته عن جسده اللي هي للأسف وقت تكون موجود هذا الاضطراب بتبطل تصير واقعية، بتصير بس هو من رسم خياله. تمام. هون كمان بدي روح لعند رغد على حديث قبل المراهقة. عم نشوف هلا كثير من الأمهات بيقولوا ابني ما بيقدر ياكل إذا ما حطيت له على اليوتيوب يحضر عفوا ابني ما بيقدر ياكل غير ما هعمل له اياهم بالخلاط. يعني هلا يمكن تحت الهواء كنا عم نحكي على ليلي انه هي ما بتحب طعمة اللحمة، قلت لها حطي لها اياها بالخلاط، فعم نشوف كثير جوز وعسل وهيك ما عم يتقبلوا الاطفال. فوقت عم يكبروا شوي بالعمر انه هن خلص تعودوا انه يكون شيء مخلوط، شيء مخبص، شيء ما له طعمة كل طعمة لحالها يستلذوا فيها. هل الخلاط هو بيحافظ على هاي الخواص؟ هل انه نحن نشلش الولد بفيديو او بسوشيال ميديا يعني هذا الشيء صحيح؟ طبعا هلا اكيد انه يكون عم بيحضر ميديا هو عم بياكل فهذا الموضوع خاطئ بالنسبه للاطفال وحتى للكبار. أوكي. اللي عم بيحاولوا ينقصوا وزنهم ما لازم نحن وعم نحضر اي شيء تلفزيون او يوتيوب او اي شيء انه نكون عم ناكل لانه هذا الشيء رح يخلينا ناكل زياده عن اللزوم. ننتقل نرجع لموضوع الطفوله. الطفل دائما استساغته للأطعمة بتختلف عن الكبار. صحيح. فشي طبيعي هو والصغير ما يحب الجوز أو اللحمة ما كتير يفضلها. هلأ نحن بنسمع للأهل ما عم نقدر نسمع للطفل شو طب رأيه؟ ليش هو ما بحبه؟ هو شو عرفه أنا إنه ما يحبه؟ هلأ الطفل هو أكيد شايف رياكشن تبع الأهل. تمام. يعني تبع حدا من عندي من عندي عندي شغلتين نقطتين أساسيات يمكن كلنا نحن صغار عانينا منها وهي عادات وتقاليد هي لازم نعمل عليها إكس لحتى نحن نوقي أطفالنا من إنه يصير معه اضطرابات بالمراهقة.
أول عادة اللي هي ممكن أنا ما إذا ما فيني إلغيها 100% أنا خففها، لأني أربط الطعام بالمكافأة. يعني بتعمل هالشي بعطيك أنا مثلا أكلة طيبة، بتعمل إذا ما عملت هالشي بحرمك من هالأكل اللي بتحبه. مع موضوع المكافأة والحالة النفسية ما يكون له علاقة بالأطعمة عن نهائي، يعني لا تخلي الولد يربط الحالة النفسية والسعادة أو الحزن بالطعام. الموضوع الثاني هذا لازم ألغيه عن بشكل نهائي، الطفل إذا عم بيأكل وجبته فهو ما رح يكون لسه جوعان ويتدلل، هو وقت يوقف أكل خلاص شبع. لا نجبره أنه تكفي صحنك، لا نجبره أنه قطع اللحمة زايدة بدك تاكله بالغصب، ويصير في موضوع أحياناً الخناق أو ممكن يأكل. وما فرجي أنه نحن عم نعمل عدة وجبات كرمال حدا من العائلة على الطاولة، هذا الشيء رح يعمله تثبيط شهية ورح يعرضه غالباً للقهام بعمر المراهقة. فعندي عادات عند الأهل أحياناً هي اللي عم تأثر على نفسية الطفل. أنا بدي واجهه بالثلاث لخمس سنين بهذا العمر لنظام غذائي سليم، للأكل الصحي بطريقة فيها جو من المرح، ما فيها نوع من التهديد، ما فيها نوع من الإجبار، وحاول بعده عن الميديا بوقت الطعام قد ما بقدر. الطفل ما نو صعب، الطفل ممكن بتعرف من سرندا يستوعب نحن شو بدنا اياه، بس يكون جو من الاستيعاب من عنا ومن المرح، ما يكون أبدا مرتبط بالتهديد أو بالمكافأة أو غيره. طيب خلينا نحكي عن الشق العلاجي، يعني من الناحية الطبية والناحية النفسية. نحن بنشوف الأطفال يعني بالبيت ما كثير بيلتزموا بهي القواعد، بتلاقيهم بالروضة ملتزمين، يعني حتى مو دائما في عندنا فطور في عندنا سناك، كل هدول لأنه هن بيدللوا على أهلهم، بيعرفوا أنه هن فيهم ياخذوا هي المساحة، ما أنا موجودة هي المساحة بالروضة أو بالسكول بالمدرسة. خليني نحكي عن الشق العلاجي التشاركي، إن كان نفسي ولا طبي. فرح نبلش معك عنصر أنت بالبداية. هلا اهم شيء نحن بنشتغل على تقدير الذات دائما، لقلك لحل اي مشكله لازم اشعر فيها. احيانا نحن كاهل ما بنحس انه ابننا عنده مشكله، بتقلك انا وصغيره كنت هيك وبعدين مشي الحال، او بجوز تبالغ بالمشكله او تعطيها اكبر من حجمها. في شيء اساسي انه انا في اختلاف الاجيال، يعني نحن ما كنا بالخمس سنين نتدلل، يعني انا بتذكر كلياتنا ناكل كل شيء على انه خلص ساعه تنتين فتره يعني الغداء وتحبي اللحمه. تمام. اما هلا لا، الموضوع مختلف. هلا بيكون في عنده هو وجبات غذائيه معينه، سواء كان في فقدان شهيه ولا سواء كان في شراهه. المشكله بالعلاج لما انا بدي احط له نظام غذائي معين واشتغل، هو بيمشي اتجاهين العلاج نفسي وغذائي. طبعا والنفسي بيكون اكبر وبده ايادي اكثر تتدخل فيه. في فكره انه انا لما بشوف من الحالات انه بتلاقي انه انت لك وجبه خاصه غير باقي البيت، فهو لا يفضل انه كل البيت، او مثلا نحن بنشوفها لما تكوني عم تعملي مثلا دايت او شيء، انه انا حجيب الخبز الاسمر وباقي البيت بياكل شو ما بده، فهذا بيعطيك شعور انه انا مالي مثل الباقي او انا انقص بال، فلازم يكون في تشاركية تماما كجو أسري. وحتى مو غلط نحن نشارك المدرسة فيه بهذا الموضوع. لما ينسحب مثلا نوع أكل معين فهو لازم ينسحب من البيت كله. لما أنا بدي أضيف وجبة كمان نفس الشيء. في موضوع لما بيكون في شراهة بيوصل هو لحد أنه يأكل، بتروح عتبة الشعور بالشبع، يعني هو ما عاد عنده شعور بالشبع لحتى ينملى تماما ويتعب، بعدها بيرافقها حالات الإقياء. لازم نحن كمان ردود الفعل بهي الحالة ما تكون مبالغ فيها، ضبط ردود الفعل تماما، ولا تكون بإهمال كامل، إنه يكون في نوع من الاهتمام. دائما نحط نحن بدائل معينة للشخص لحتى نقدر نساعده ليتجاوز. هلأ بدراسات وبرا بيكون في مصحات خصوصي لتحط، ولكن هي حتى تكلفتها بتكون يعني مكلفة. في عندك الجانب انه مثلا ممكن كأهل يكون ماديا ما بيقدروا يتحملوا، انه هي ما فيها تجيب له الجوز واللوز، او ممكن ببساطه مثلا يخصص اغلب للاسف بسبب تماما الغلاء، يعني يخصص الشريحه اغلب يتخصص وجبه اللي انا رح لك هي كثير بسيطه المجدره. فهي لو بتكون وجبه اسبوعيه فهي كافيه تماما لانها ترمم هالمعادن وتعطي هذا الشعور انه نحن كلياتنا بهذا اليوم رح ناكل هي الاكله. هذا مثال بسيط يعني وقريب للأمهات لتقدر تعرف بالخطوة الأولى هي ابنها وين واقف عند أي مشكلة. تمام. يعني كمان اليوم موضوعنا كتير مهم بالنسبة للأهل وبالنسبة للأطفال. كلمة أخيرة بتحبي توجهيها قبل ما نختم، أو حلول بتقترحيها قبل الختام؟
طبعا اضطرابات المراهقة عديدة وتكون غذائية ونفسية غالبا، وهذا العمر كتير بيكون حساس. بحب كتير الأهل يكونوا واعيين للأطفال من عمر صغير حتى بعمر المراهقة، نشوف نحن العلامات اللي ممكن تدلنا أنه المراهق عنده مشكلة غذائية، نتوجه صح لهن، نحن نوعيه عن مشكلته، ما نحن نورجيه أنه أنت عم تعمل شيء غلط، أو نخليه يضطرب أكثر ويصير يبعد عننا، ما يقدر يحكي لنا الشيء الواقع اللي صاير معه، نوعي لمشكلته، لأنه مثل ما بيعرفوا بعلم النفس الإنسان اللي عنده اضطراب نفسي واعي لهالاضطراب ممكن يعالج حاله بحاله. صحيح. زائد أنه نحن الاستشاري التغذية دائما نلجأ له بكل مشكلة المراهق هو فيها، سواء كانت هزال، بدانة، اضطرابات نهم، قهم، أي شيء، يكون في برنامج مدروس لهالطفل نفسه بالتعاون طبعا مع استشاري النفسي لحتى يخليه يتقبل انه يتبع هاي الحميه. و يعني بدنا مثل ما قلنا نتبع الوقايه، اذا نحن واعيين نخليه من عمر صغير. الرياضه كثير اساس، الرياضه لكل انسان باي مرحله من العمر بتعطي، ترفع من قيمته لنفسه، بتوظف طاقاته بشيء مفيد. وبالنهايه كمان عندي الحاله الثقافيه والاجتماعيه والاعلانيه اللي نحن عم نشوفها على الميديا، سواء اشكال عارضات الازياء، سواء تفضيل النحافه، نوعي شوي الاطفال انه مو هذا مقاييس الجمال، مقاييس الجمال بتكون بالوزن الصحي. تمام. يعني نحن كثير بدنا نتشكركم على كل المعلومات اللي قدمتوا لنا اياهم، رغد باذنجاني ورندا علي ديب، شكرا كثير لكم، شرفتونا وميرسي على المعلومات اللي قدمتوا لنا اياها. يسعد صباحكم. شكرا لكم. ومثل ما قلتي يمكن لكل مشكله اساسا في حل، يعني طبعا. لازم ما يكون في حاله نكران او خوف من هي المشكله. أكيد. من البدايه اذا عرفنا فيها اكيد بنحلها مع اخصائيين. شكرا كثير. شكرا. اما هلا مشاهدينا بننتقل من عالم الطفوله لعالم السياسه وموجز لاخر المستجدات السياسيه بسوريا والعالم مع زميلتي لور خضور. صباح الخير لور. يسعد صباحك نور. يسعد صباحك ليا. موجز لاخر الاخبار بعد الفاصل. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية من قوات الاحتياط وممن يمتلكون الخبرة في القتال. وفي كلمة وجهها للشعب الروسي، تحدث الرئيس بوتين عن مستقبل العملية العسكرية واستفتاءات انضمام جمهوريتي دانييتسك ولوهانسك ومقاطعتي خيرسون وزاباروجيا إلى روسيا. وقال بوتين إن تهديد محطة زاباروجيا هو تهديد نووي، ولدى موسكو سلاح نووي، وسنستخدم كل الوسائل لحماية أراضي روسيا، مضيفا أن كل من يهدد أراضي ووحدة روسيا سنقوم بمواجهته. يواصل المحتل التركي ومرتزقته الإرهابيون قطع مياه الشرب عن الحسكة ما يفاق معاناة نحو مليون مدني. وأكد مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب بالحسكة المهندس محمود عقلة استمرار قطع المياه عن مدينة الحسكة والتجمعات السكانية المنتشرة على طول خط جر المياه لليوم 55 على التوالي، في ظل تواصل الانتهاكات والتعديات على خط جر المياه وخط التوتر المغذي لمحطة علوك. التقى وزير الخارجية والمقتربين الدكتور فيصل المقداد مع نظيره الكوبي برونو رودريغيز وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وناقش الوزيران التحديات الناجمة عن تصعيد الولايات المتحدة الأمريكية لسياساتها العدائية العسكرية والاقتصادية ضد كلا البلدين، إضافة إلى أن التأثيرات السلبية الناجمة عن الإجراءات القسرية التي تفرضها ضدهما. وأكد المقداد على أن العلاقات التي تربط البلدين الصديقين هي علاقات تاريخية ومتينة، وأنه لا بديل عن مقاومة الهيمنة الأمريكية. أعلنت شرطة الاحتلال عن مقتل مستوطنة صهيونية في حولون القريبة من تل أبيب، مضيفة أن المهاجم تمكن من الانسحاب. وعثر على جثة المستوطنة في موقع قريب من ورشة بناء في المستوطنة المذكورة. وشارك جهاز الشباك الصهيوني في التحقيقات للاشتباه في أن الخلفية قد تكون فدائية،
مشيرة إلى أن محققي الشباك حصلوا على تسجيلات بكاميرات المراقبة في المكان. وفي وقت لاحق قالت وسائل أعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حاصر منزل منفذ عملية حولون غرب سلفيت. يذكر أن عدد عمليات إطلاق النار في الضفة الغربية ارتفعت منذ بداية 2022، فوصل إلى 60 عملية حتى نهاية آب الماضي. ختام الموجز، عودة إليك نور. شكرا لإلك لور. أما هلأ مشاهدينا بننتقل لا محطتنا التالية برحلتنا الصباحية لليوم. أكيد متابعينا بصباحنا، فبعد غياب دام 15 سنة تقريبا منذ عام 2007، مفاضلة أعداد معاهد المدرسين تعود إلى الواجهة من جديد، وعاد الالتزام بالتعيين إليها، حيث أعلنت وزارة التربية عن مفاضلة معاهد أعداد المدرسين. ماذا بشأن هذه المفاضلة؟ كيف يتم التفاضل؟ وعلى أي أساس وكيف يكون التعيين بعد التخرج؟ عدد من الطروحات التربوية التي وصلت إلينا رح نناقشها اليوم مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ جميل الطويل، مدير التأهيل والتدريب التربوي في وزارة التربية. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيكم. هلا كريم. يسعد صباحك. سابقا من زمان كثير كنا دائما نعرف اعداد المدرسين بجميع المجالات كانت ملتزمه فيه الدوله، يعني بتلاقي الاهل كانوا حتى يرغبوا لاطفالهم او اولادهم بعد البكالوريا انه لا فورا لهي المعاهد، لانه فورا بعدها بيحصل على وظيفه ومن خلالها بيقدر يحقق طموحه في مجال الدراسه. بعدين فجاه التغى هيدا الالتزام عن جديد. خلينا نحكي بعد هيدا الغياب السنوات شو اللي السبب الأساسي وليش هلأ بهيدا التوقيت؟ خلينا نحكي ونفسر للناس أكثر، لأنه في كثير من الناس سعيدة بهلأ نتائج البكالوريا سنويا، يعني كثير من الناس كانت نوعا ما محبطة بهيدا الشق، أنه أنا كنت بفضل لابني أو بنتي تدرس معهد سنتين وتشتغل باختصاصها. بداية صباح الخير لكم ولجميع مشاهدينا الأكارم. خليني أعطي لمحة عن المعاهد المتوسطة. تفضل. نحن المعاهد المتوسطة انضمت للمجلس الأعلى بوزارة التعليم العالي بال 2004. بال 2005 تم إيقاف المعاهد المتوسطة اللي كانت العربي والرياضيات والعلوم والإنجليزي والفرنسي. طبعا نحن بوزارة التربية في عندنا مجموعة معاهد، بقي منا معهد الموسيقى والرسم أو معهد الفنون التشكيلية والتطبيقية ومعهد الموسيقى. صحيح. وعندنا المعهد الرياضي وفي بعض المعاهد بالتعليم المهني. طبعا نحن كان في شيء اسمه معهد الاعمال اليدويه ظل فيه الالتزام لل 2008. من خلال مرور على السؤال اللي تفضلتي حضرتك فيه، نحن صار في عندنا شيء اسمه معلم صف بكليه التربيه. صحيح. وصار في التزام وتم ايقاف الالتزام فيه او ظل الالتزام موجود لل 2012. صحيح. طبعا كليه التربيه هي عم تعطينا معلم صف. معهد اعداد المدرسين يختلف عن معلم الصف. صحيح. طبعا نحن في عندنا من خلال سؤالك اجابتين. اول شيء نحن بحاجه لنقص او لسد النقص بكوادرنا التعليميه. ثاني شيء هدف وزاره التنميه الاسمى هو توطين التعليم. نحن بالنسبه لاعاده هالمعاهد هي اللي هن فقط اربعه حاليا افتتاحهم، اللي هن الرياضيات والعلوم والانجليزي والفرنسي. هذا تم بناء على الحاجه الماسه من الميدان فقط. نحن بالنسبه لنا دائما ما في شيء بنحطه، يعني التربيه ما هي كبس الزر وانما هي تخطيط على مدى متوسط وبعيد. من خلال التخطيط المتوسط نحن من قبل بست شهور بعثنا لكافه المحافظات ما هي الاحتياجات للمواد التاليه، لانه نحن في عندنا نقص بالكادر كثير التدريسي بتعليم. طبعا واجهنا بعض الملاحظات انه الشهاده الجامعيه وين راحت؟ لا بالعكس، نحن بنرحب بالشهاده الجامعيه وهي اكثر عمق علمي، ولكن الاعداد تبعها ما بتكفي، وبالتالي نحن في عندنا نقص بهذا الاتجاه. اذا نحن هدف الافتتاح والالتزام فيه لحتى نشجع نحن الطلاب تلتزم باماكن اللي تم تحديدها ببلاغ من رئاسه مجلس الوزراء، قرار انه لازم يكونوا من ابناء المناطق يلي بدهم يتعينوا فيها. تماما، يعني هذا يعني مدينه ريف ريف. مراكز ضمن المستثنات، في مناطق هلا انا بالجدول بشرحه. صحيح. نحن كل مديرية التربية عطتنا مكان احتياجاتها، يعني مثلا باخذ اللاذقية هي احتياجاتها بثلاث اماكن، اللي هي
القرداحة واللي هي جبلة واللي هي السلم. خليني أخذها مشان نكون أنا وياكم سوا. تفضل. خليني أقول مثلا أي محافظة أخرى، خليني أقول درعا، في عندي بشرق درعا، وفي عندي بغرب درعا، وفي عندي بالصلمين، وفي عندي بإزرع، وفي عندي بجاسم، وفي عندي بنوة، وفي عندي بصير، وعندي شجرة. ضمن هدول المناطق بيتموا الأبناء اللي بدهم يتقدموا هنا من المناطق هي، وبالتالي بدهم يتعينوا بهالمناطق. طبعا في تعهد خطي انه هن بدهم يتعينوا بهالمناطق الموجوده عندنا. تمام. مثلا انا حكيت مثال اخر، اذا بدهم عمليه نقل ممنوع ما في، لا في تعهد خطي. مثلا انا حكيت مثلا باي ملاحظه، مثلا لازقيه نحن قلنا القرداحه وجبله والحفه، اذا هدول هن الحاجات اللي بعتتها مديريه أساسي. التربيه من خلاله. تماما. طيب خلينا نحكي استاذ عن يعني التقدم الى المفاضله، يعني قلنا بعد انقطاع تقريبا 15 سنه مفاضله رح يكون في خريجين المعاهد، هل هي قادره ان هي تعطي الجوده بالتدريس، وخاصه المناهج عم تتغير سنه عن سنه، عم تقدر كمان تداري الوضع النفسي ان كان للمدرسين او كيفيه التعامل مع الطلاب للمدرسين؟ نحن كلامي كتير سليم وأرح أحكي بشفافية. طبعا نحن شروط المفاضلة تبعنا أنه يكون محقق 50% من المجموع العام و 60% من علامة الاختصاص. هلأ جودة التعليم هي عبارة عن ناتج عمليات وليست عملية واحدة، لكن أنا قدام وضع خاص، أنا قدام نقص معين بالكادر التعليمي. الشهادة الجامعية هي أكثر عمقا اختصاصيا وعلميا، نعم، ولكن أي أفضل لي أن أدرس إنسان لمدة سنتين يتعلم مهارات ويتعلم معرفة وكيفية استخدام تقنيات التعليم، وأم جيب واحد معه بكالوريا أو لساته سنة أولى جامعة خاضع إلى دورة يمكن لمدة شهر فقط، أي ساعات، أي أفضل صحيح لي. طبعا من حاجك للمر اللي أمر منه، لكن نحن في كادر ناقص، شو الحل؟ فارتقت وزارة التربية وحتى تحفز الأساتذة لأنه يروحوا لهالمناطق هي، أنه نحن التزمنا بتعيينهم. هذا سبب من عملية الالتزام. صحيح. لأنه ممكن إذا ما صارت ملتزم ما يجيني حدا أو ما نحقق الطاقة الاستيعابية الموجودة عندي. هذا من شروطه. طيب خلينا نحكي، يعني قلنا أنه المفاضلة للمعاهد الالتزام فيها اللي حكينا عنها أربع مواد، العربي والإنجليزي والمواد الأخرى اللي ذكرتها، والرياضيات والموسيقى والرياضيات الفرنسي. الرسم والموسيقى هل يحق لهم التقدم إلى المفاضلة ورح تكون ملتزمة فيهم ولا لا؟ هي يعني سؤال مطروح، لأنه للأسف الثقافة العامة المعروفة أنه هي مواد ثانوية، يعني إحنا عم نقول عودة هي المعاهد لوزارة التربية أو الالتزام فيها من قبل وزارة التربية لأنه هي مواد أساسية، فبنحكي نحن عن مصير المعاهد الأخرى، شو رح يكون مصيرها؟ هل يحق لها التقدم للمفاضلة ولا لا؟ أنسي نور، نحن حكينا سابقا أنه معهد الموسيقى والرسم اللي نحن الرسم صار معهد فنون تشكيلية وتطبيقية لم يلغى أو بالأحرى لم يوقف، فهو مستمر. طبعا له شروط مختلفة عن شروط المعاهد هي، وبالتالي نحن عندنا أعداد كافية من هذه المعاهد، يعني لا يحق له التقدم. طبعا بحق له يقدم، بحق له يقدم على هذه المفاضلة، بحق له يقدم، بس هو بقى صفي بيختار هون أو هون. حتى طلاب الجامعة، يعني حتى أي حدا عنده قبول جامعي بحق له يقدم، ولكن نحن بناخده على الموازي. يعني أنا قدمت على الجامعة، طلع لي كرسي بالجامعة، وأنا حبيت روح على المعهد ملتزم، نحن مقبول بحق له يقدم. طبعا إذا كان من أبناء المنطقة هيك إنه ويتوظف بين أبناء المناطق اللي بده يتعين فيها وفي تعهد خطي فيه. يعني في خيارات، إذا أنا ما المخرجين بهي المواد، يعني إذا قدرت أنا ما غطي هيدا الفراغ، الخيار الآخر للمواد ممكن أخذ الأساتذة. فيني أخذ، عبقول أنا خريج شهادة 2022. تمام أنا بحق لي أقدم على المعهد، بحق لي أقدم على الجامعة. صحيح. تعرفي أنت الجامعة خلصت مفاضلتها، أخذت كرسي بالجامعة، أنا بحق لي أقدم على معهد إعداد المدرسين، طبعا بحق لي أقدم، ولكن نحن بنقبله وفق شروطنا وعلى الموازي. يعني ما بيدخل مثل الطالب اللي قدم دغري للمعهد. طيب وإذا كان هو مخلص فرع بالجامعة وبده يروح إلى المعهد، لازم يكون خريج 2022 حاصل على البكالوريا؟ هذا كل القبول حتى بالجامعة بده يكون. أكيد بس ما في استثناءات حتى للموازي. لا 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 أبدا. تمام، لازم يكون بعام 2022 حاصل على شهادة البكالوريا. ممكن تطرأ سؤال على بالك، إنه طيب السنة اللي قبلها شو حلوا هذا؟
نحن وزارة التربية بتساوي مسابقات من خلال طبعا وزارة التنمية الإدارية صارت مسابقات، هذا بيروح بشكل مسابقة. السنة اللي قبلها بشو؟ بيروح على شكل مسابقة لما بتعلن وزارة التربية من خلال وزارة التنمية الإدارية إنه إحنا في عنا مسابقة بقدم عليها. طيب خلينا نحكي فينا نقول معلم صف أو صف خاص كنا نسميه سابقا، في بوادر للعودة للالتزام في من قبل وزارة التربية؟ هلا صراحة آنسة نور هدول ملفين مختلفين. ايه بس فينا يعني بما انه في بوادر لعوده التزام الدوله بكثير معاهد فينا نقول واختصاصات سابقه كانت ملتزمه فيها. في عندنا خريجين معلم صف كافين العدد. نحن الالتزام شو هدفنا؟ لنشجع لحتى نحسن ناخذ عدد معين. بعدين في شغلتين اسينا. معلم الصف هو يتم بالحلقه الاولى بالمرحله التعليم الاساسي. نحن باعلان وزارتنا كان هو الحلقة الثانية بالتعليم الأساسي. عم قول بوادر يعني احنا عم نحكي هي بداية. هلا بوادر هذا الموضوع حاليا ما في. ما في. كنا نفائل الناس شوي ما. هلا احنا كلياتنا تفاؤل لكن هذا واقع. في كم عائل من الخريجين للأسف قاعدين بالبيت. لا ليك شغلة. هذا الموضوع هو موضوع شامل. نحن بالنسبة لنا الالتزام في مسابقات عم بتصير. واللي عم يقدم عليها إذا نجح نجح، يعني نحن كل سنة تقريبا عم يكون في مسابقة يؤخذها أو لا. من خلال مسابقات. تمام. كمان خلينا نحكي بما أنه طرقنا إلى موضوع الموازي، طريقة التقديم ولأي يوم المعاهد العادية رح تكون والموازي لكل حدا هلأ حابب يقدم إلى المعاهد المتوسطة كيف فيه ليوم الخميس؟ نحن افتتحنا من 7/9 ل23/9 ل23/9 بيكون يوم جمعة. والموازي نحن قاصدين بهذا التاريخ لحتى يعرفوا المتقدمين انه حتى يوم جمعه وسبت المديريات فاتحه ابوابها للتسجيل. وملاحظه لازم يكونوا حاصلين على 50% من المجموع العام للشهاده الثانويه وكذلك 60% من علامه اختصاص بعد طي علامه الديانه طبعا واحد المادتين. تمام. والموازي؟ الموازي هو قلت لك بيكون ل طبعا كل شيء بيكون للعام لابناء الشهداء لابناء المعلمين لي المتقدمين الأخذين أماكن ضمن جامعة دمشق. يعني بروح معك أكثر حتى اللي هو بالسنة الأولى بالجامعة راسب أو ناجح للثاني، يعني خلينا نقول الشهادة ل21 دائما وزارة التعليم العالي بتساوي شيء اسمه تعليمات بالقيد والنقل والتحويل للمماثل، فممكن أنه يتقدم لعنا. هذا السؤال كثير مطروح بالميدان، فممكن يتقدم لكن بيكون بيحقق شروط العلامات بسنة شهادته وقلنا انه بده يكون ضمن الموازي. طب استاذ جميل يعني اذا اكثر من سنتين اخذ وقت الطالب خلينا نحكي كيف مثلا ما في له بضل بمكان الجامعه تبعه تماما، يعني هذا مو من عندنا. يعني اذا رسب اول سنه وثاني سنه هذا مو من عندنا، هذا قرار بتاع بس سنه بسنه يعني سنتين يعني سنتين. أنستنا الكريمه هذا الموضوع بيتعلق بوزاره التعليم العالي، يعني هي بتطلع تعليماته. نحن هل تغيير القيد والنقل والتحويل المماثل نرضى فيه نحن وفي تعليمات وزارة التعليم العالي، بس هذا الطالب بده يحقق بشهادته الثانوية بسن تسجيله بالجامعة شروط اللي نحن حاطينها 50% عام و60% من علامة. أما عند الرسوب لسه ما درست ولا مبدأ. إذا راسب بالسنة الأولى بحق له، بس راسب سنتين صار في على الشهادة مضي أكثر من سنة. بصير قديمة. طيب أستاذ خلينا نحكي عن المقابلة المخصصة للمفاضلة، كيف رح تكون هي المقابلة وشو المعايير اللي خلالها بيتم التقييم؟ عن ستنا الكريمة لما أعلنا عن إعلان التقدم لطلبات المعاهد تشكلت لجنة طبعا خاصة بكل مدينة، هاي اللجنة هي عبارة عن مدير التربية ومدير التربية المساعدة اللي هي بتتبع له دائرة الإعداد والتدريب أو التأهيل والتدريب ورئيس دائرة التأهيل والتدريب وطبيب من الصحة المدرسية. هو عم يقدم الطلب بيحكوا معه هل هذا يقبل بالصف إنه يكون مدرس أو لا. يعني نحن بحيث تكون أموره الصحية أو أموره اللي ممكن يدخل فيه على الصف مقبولة ما عندنا أي مشكلة فيها صراحة. تمام. يعني من حيث اللكنة من حيث اي شيء ممكن يكون بشخصه بيبين معه من خلال تقديم الطلب وتحدث الدكتور معه. طيب استاذ جميل خلينا نرجع نضوي على نقطه انه هل يحق لطالب الجامعه يلي قدم على مفاضله انه يقدم على طبعاً. المعهد ايضا الا طبعا نسبه الموازي عندنا 40%. نسبه الموازي من الطاقه الاستيعابيه 40%. فلذلك بحق له قلت لك بحق له بيدرس بالجامعه وبالمعهد الموازي. هلا لا لك شغله حكما الجامعه لما بده يلتزم بالمعهد هو
ما رح يضل موجود بالجامعة. هلأ في ناس تدرس لحالة، في كتير ناس تدرس اختصاص تدرس لحالة اختصاص تاني، لكن ما عاد بده دوام. فالجامعة أي جامعة بده تقبل إنه ما يكون مداوم فيها الطالب. رح يكون في دوام ورح يكون في شيء اسمه عملي ورح يكون في التزام. طبعاً في خطة درسية نحن اشتغلنا عليها، مركز تطوير المناهج بالإضافة إلى مديرية الإشراف، طبعاً مجموعة موجهين أوائل موجهين اختصاصي خلصوا المناهج، هلأ بقيد الطباعة. الخطة الدرسية موجودة، يعني مثلا الإنجليزي في عنده 13 مقرر بالسنة الأولى و 13 مقرر بالسنة الثانية، الفرنسي عنده 13 ب 13، الفيزياء عنده 18 ب 14، الرياضيات كمان يعني نفس المنوال. فإذا في خطة ضمن الخطة رح يكون في تكميلي مثلا لل في قواعد ممكن تكون ضمن الإجراءات الموجودة. تمام، إذا ما في شيء واضح على أرض الواقع. لا في كل شيء، كل شيء واضح، لكن إنها التكميلي حكما إذا احتاج لي، يعني نحن الرائز لسه ما بين، ما أخذنا إذا التكميلي على مادة أو 3 مواد مثلا أو مادتين. يعني هلأ نحن بالبكالوريا بيكمل إذا كان ناجح بثلاثة. صحيح. تمام، راسب بثلاثة آسف. طيب إذا بأربعة هو يعتبر راسب بالصف، مزبوط. طيب هذا رائز بينحط بناء على المعطيات الموجودة عندنا. طيب استاذ جميل، خلينا نحكي عن نقطة كتير مهمة، يعني بسبب ارتفاع العلامات اللي كتير كبير بالبكالوريا، ارتفاع العلامات لدخول اختصاصات للبكالوريا بيكون في توجه نسبة كتير كبيرة من الطلاب للمعاهد. خلينا نحكي بعد التخرج من هاي المعاهد، آلية تعيين الطلاب كيف رح تكون؟ يعني بعد عودة الالتزام لهي معاهد اعداد المدرسين رح يكون في نسبة كبيرة من التقدم من الطلاب، كيف رح تكون آلية التعيين؟ ركزنا حسب احتياج المحافظة بالمنطقة وبالتعاود الخطي اللي هو كتبه المدرس. لا يحق له النقل ابدا 5 سنين ولا لا؟ 5 سنوات طبعا بعد. ممنوع فيها النقل والندب واي شيء ثاني، يعني هو ملتزم بده يكتب تعهد خطي. لا لك شغله، يعني النقل صار كثير. صحيح. وبالتالي هذا الموضوع نحن عم نعالجه، وعم بقول لك قرار رئاس الوزراء من أبناء المضان لتعيينهم حصرا في الاماكن اللي نحن طالبين نقص فيها، يلي فيها نقص عددي كبير. هذه من جهه، ونحن عم نحاول نسعى وزارة التربية إلى شيء اسمه توطين التعليم بحيث ابن المنطقة يدرس فيها. تمام. وبالتالي أنا آسف، يعني ما بيعود يطلب أنه ينتقل لمكان تاني لأنه هو دين المنطقة الموجودة فيها. صحيح. طيب أستاذ، يعني عندنا نحن محافظة طرطوس هي مستثنى عن يعني المشاركة أو التقدم بالمفاضلة للمعاهد. لا أبداً بدي خالفك بالرأي. نعم. طرطوس هي مدينة أم الشهداء وهي بقلبنا وبعيوننا، لكن نحن لما طلبنا الاحتياج طرطوس ما أنا بحاجة الاحتياج. طب هل يحق لابن طرطوس التقدم إلى المفاضلة وخدمة باقي محافظة؟ نكون عم نخالف تعليمات رئاسة الوزراء. طب إيش الحل؟ ما في حل، لأنه هو بده يتقدم لمسابقة لما بتعلنها وزارة، نحن عم نقول التعيين في المناطق نفسها. طب أنا هون في مخالف، يعني أنت تصوري اللاذقية مثلا أنستنا الكريمة بس أخذ احتياج الرياضيات. يعني أنا عديت لك هدول 3 مناطق بس أخذ شو احتياج؟ رياضيات. ريحت العربي والإنجليزي والفرنسي ما له بحاجة، فما أخذت. طب أستاذ، يعني ما فينا مثلا نحن نقدم على المعهد لإعطاء دروس خصوصي بالمنزل، يمكن لغاية غير أنه نحن نتوظف بالأماكن أو المحافظات أو المراكز اللي هن بحاجة لنا. نحن ما فينا يعني نتعلم بهاي المعاهد لحتى نعطي دروس خصوصي لحتى نفيد أولادنا يلي رح يجونا على الطريق، ولا ضمن الخطة غير موجودة؟ هذا ما علاقة، ما له علاقة بالدروس الخصوصي. الدروس الخصوصي شيء وهو شيء شخصي 100%، ولكن إنه التعلم، نحن عم نحكي على التعلم. من حق أي حدا بيدخل المعهد، ليش أنا عم أقول لك حسب الحاجة، دخل هذا المعهد من أبناء المنطقة، أنا افترضنا عندي، خليني أعطيك كمان من جدول، مثلا أي محافظة بتحبي أخذ لك؟ نقي حمص. حمص، رح ناخذ حمص. بس ما تكون مستثنات. لا موجودة؟ لا حمص ما أنا مستثنات. أوكي. نحن ما استثنينا حدا. أكيد برجع أكيد لك. نرجع بنقول حسب الحاجة. أوضح ذلك. الحاجة لسنا نحن كوزارة من حطه. الحاجة التي رفعتها هي مديرة التربية. يمكن حتى ما توقع من الإشكاليات السابقة، النقل والندب وهذه التفاصيل. في كل محافظة. صحيح. هو الرفع أنه أنا ما بدي، أنا ما عندي اكتظاظ، وبالتالي أنا ما بدي، فأنا ما بحسن إلزمه بزيادات وهو عنده. خليني أرجع لموضوعك حمص. طبعا
نقيتي أطول محافظة بالمناسبة. محافظة يعني عندك المخرم، الرستن، القبو، شين، تلدو، حديدة، خربة التين، تلكلخ، الوادي، القصير، القريتين، الرقامة، الفرقوس، حسياء، مسكنة، قطينة، سكرة، تلبيسة، تدمر. يعني أنت تصوري حمص بده من هدول كلهم 365 واحد. طبعاً من الاختصاصات مختلفة، يعني بدك لك مثلاً الرياضيات بده 14 واحد بالمخرم، بالرستن 10 وهكذا. يعني نحن عنا دراسة إذا بتشوف الكاميرا هذا مفصل، نحن ما عنا شيء نشتغله من عنا اعتباطي، هذا موجود بالعدد الموجود إلى آخره. فإذا بتحب تقرب الكاميرا لو سمحت فيك تأخذ من بدءا من دمشق، بس أنا فتحت على صفحة وراح حط لك طرطوس اللي هي احتياجها صفر. طيب خليني أنا أعرض أستاذ جميل إذا بتريد. هاي نحن عم نشوف هيك طرطوس احتياجها صفر. شو المحافظات الأخرى اللي احتياجها صفر؟ عندنا اللاذقية بس فيها رياضيات والباقي المواد صفر. ريف حمام موجود. هي عم نشوف كل المحافظات مبينين على الكاميرا، وطرطوس بالصفحة التالية هي احتياجها صفر. صفر؟ لا مو هون، لأنه ما حطيناها، احتياجها صفر. أوكي ما أنا موجودة، ولكن عم نشوف، أنا ماني شايفة كتير منيح، عم نشوف احتياج المحافظات بالأعداد وبالأماكن وبالمراكز أيضا. أستاذ جميل خلينا نحكي ونتطرق يمكن، بس بدي جاب الآن سنوري شغلة. أوكي سوري تفضل. نحن يسلموا إيديك شكرا. نحن بالنسبة لنا حما فيها تجمع هي للرقة وإدلب. صحيح. يعني التقديم بحما بيتم بحما صح، لكن لثلاث محافظات هن الرقة وإدلب. بتحبي أعطيكي حما بالذات الريف تبعها أو الموجود؟ رح نفتح على حما. هاي حما. حما في عنا الريف الجنوبي 30 واحد رياضيات بدهم، الحمرة 15 واحد رياضيات، تصور علوم ما بدهم، لغة فرنسية ما بدهم، إنجليزي ما بدهم، سوران 10 رياضيات، علوم ما بدهم، لغة فرنسية بدهم 5، لغة إنجليزية 10، محردة بدهم 4 رياضيات والباقي لا، 6 لسلحب رياضيات والباقي لا، صقيربية 15 رياضيات والباقي لا، شطحة 10 رياضيات والباقي لا، سلمية بدها 20 رياضيات، 10 علوم، 5 لغة فرنسية، 20 لغة إنجليزية. الريف الأول والريف الثاني رياضيات ما بدهم، علوم بدهم 15، الريف الثاني ما بده، اللغة الفرنسية بده 25، الريف الثاني ما بده، اللغة الإنجليزية 30 و20. إذا نحن هاي الأرقام ليست من صنع وزارة التربية، وإنما هي الحاجة. احتياجات مديريات التربية. شو المحافظة اللي أكثر شيء كانت محتاجة أكثر؟ حسب العدد. يعني أنا هلا مثلا عندي، خليني أقول دمشق 153 بدها، ريف دمشق يمكن بتصور أكبر واحدة 1166. صحيح. يعني لقنيطرة 515، درعا 482، بتصور ريف دمشق أكثرهم. صحيح. بتصور ريف دمشق هي أكثر وحدة طلعت عندي هون. حمامة مثلا 220، لاذقية 30، الحسكة 160، فدير الزور 405. إذا متفاوت حسب الاحتياج الموجود. فنحن حتى الأرقام موجودة عندنا تقريبا، مجموعنا هدول تقريبا آنستي هو بحدود 5000 وشوي. يعني عم نحكي عن 5000 وشوي فرصة عمل. طيب هذا هل خريجين الجامعات قادرين يسكروا هذا الشيء؟ ما في عندنا خريج الجامعات تسكر هذا النقص. يعني ومع ذلك في أماكن لسه، لأنه يتاخذ وكالات أو يتاخذ ساعات أكيد، لأنه في شيء كتير كبير. نعم. يعني قبل ما نختم، المتفوقين بالمعهد رح يكونوا ممكن يفوتوا بالجامعة ولا؟ نحن بمعهد الموسيقى ورسم نعم. نعم. فإذا هذا مثله مثل أي معهد، لكن هو ملتزم بأن يتعين فوراً ضمن المحافظة. صحيح. وإذا حب يتابع أو إذا هو طلع متفوق وطلع له بعثة بالجامعة، عبد لك باخذ على الموجود عندي. أنا كأول بالموسيقى أو بمعهد فنون تشكيلية وتطبيقية يدخل الجامعة. صحيح. وبالتالي هذا بحق له أكيد. يعني هذا النظام. أكيد. بدنا نشكرك على وجودك معنا أستاذ، وعلى كل المعلومات اللي حكينا عنها، وقلت أكثر من 5000 فرصة عمل للخريجين المعاهد إن شاء الله بسنوات قادمة. بتمنى في خريجين جامعات يكون لهم مسابقات، لنقدر فعليا، في عندنا فائض للأسف خريجين كتير كبير بالبلد، يكون لهم الفرصة للعمل والتدريس ضمن بلدهم. شكرا كثير لك. شكرا لكم، شكرا للاستضافة، وإن شاء الله نكون حسنا نوضح إن شاء الله يا أبنائنا وأهلنا
المراد. ان شاء الله اكيد، ونحن حبينا نستفسر حتى لو هيك غلبناك معنا استاذ جميل، حبينا نستفسر اكثر ونعطي اضاءه عن كل التساؤلات اللي عم يسالوها طلابنا معكم ليوم الخميس ليوم بكره ليوم الجمعه ليوم الجمعه عفوا 23 الشهر 23/9 التقديم الى مفاضله المعاهد باختصاصات يلي ذكر الاستاذ انجليزي رياضيات فرنسي وعلوم ايضا لازم الشروط تكونوا حاصلين على 50% من المعدل بالنجاح و60% سالوني معلش بدي اعقب كثير شوي أوكي. سالوني على العلوم لانه هي فيزياء وكيمياء وعلوم صحيح. يعني يجب ان يكون محقق 540 علامه أوكي. كيف من كانت ما بهم بيكون 540 علامه هي مجمله بثلاث مواد. هلا نحن ما وقفنا مشان ما حدا يقول انه نحن عرقلنا الموضوع سهلوا للناس صحيح 540 صحيح. علامه كيفما اتفق تجميع ما في مشكله. ميرسي كثير لك ونهارك سعيد وموفقين لكل طلابنا واساتذتنا ايضا علي. شكرا كثير لك. شكرا لك. اما هلا مشاهدينا بننتقل لمحطتنا تالي ولسويدا وقصه الشاب ايهم الباحي الذي استطاع ان يصل الى انتاج اسمده ومبيدات حشرات ذات تكلفه بسيطه وفعاليه عاليه في ظل الغلاء المرتفع لكل المواد اليوم. خلونا نتابع التفاصيل مع مراسلنا بالمحافظه شام حمدان. بعد نظريات الخمس الثمين والثلث المطلق والكتلة الحقيقية للإلكترون يتابع الشاب أيهم البريحي اختراعاته حيث استطاع أن يصل إلى إنتاج أسمدة ومبيدات حشرية ذات تكلفة بسيطة وفعالية عالية وتجربتها ميدانياً للتأكد من فعاليتها. إحنا النظريات الأولى كانت الخمس الثمين والثلث المطلق كتلة الإلكترون الحقيقية ونظرية المغزل هي نظرية فلسفية لبدء نشأة الكون اللي بفيدنا نحن هي نظرية المعادلة الشاملة اللي بتحول الخمس الثمين والثلث المطلق والكتلة الإلكترون الحقيقية. نحن قدرنا نطور عليها عملنا جهاز كسر الوسط الحر اللي هو الوسط الحر اللي بيعني عندنا نحن هو الخمس الثمين هو وسط التفاعل الكوني. من خلال الجهاز هذا قدرنا نحن نصنع أسمدي عندنا أسمدي عندنا السماد يعني سماد نوعي هذا جديد من نوعه و يعني شيء يعني تعتبره سماد شامل هذا ما بيزيد عناصر على التربة. هذا المركب هذا تقدر تقول انه بيساعد على تفكيك العناصر العضوية اللي بالتربة اللي متحجرة. المخترع الشاب يؤكد انه قادر على انتاج كميات تغطي سوق المحافظة وذلك بعد قيامه باستكمال تصميم الجهاز المطلوب وتأمين الدعم اللازم مبينا أن ما توصل إليه آمن بشكل كبير وصديق للبيئة وبدون أي آثار جانبية تذكر. عندنا السماد نحن الشامل هذا في عندنا سماد عناصر صغرى في عندنا المبيدات الحشرية في عندنا مبيدات فطرية في عندنا أدوية كلها منطلعها من خلال هالجهاز وكلها شبه آمنة وكلها بتقدر تقول عنها عناصر طبيعية وبعيدة عن الخلائط الكيميائية الضارة. تكلفة بسيطة جداً يعني بك تعتبر تكلفتها يمكن 10% من تكلفة السماد الأنواع الثانية هذيك وجودتها أعلى من جودة السماد هذاك تقريبا بنسبة مليحة. يعني دعم المخترعين وأصحاب الأفكار الخلاقة هو السبيل الوحيد للنهوض بالواقع وبناء سوريا المستقبل. شام حمدان الإخبارية السورية السويداء. ومتابعينا اكيد بصباحنا ومن بعد التقرير السويدا خلينا ننتقل الى محافظه حلب ونروح مع مبادره شهيق زفير للعام الثالث على التوالي. تستمر المبادره بطرح مشاريع انسانيه بتلامس كافه احتياجات الناس. خلينا نروح الى توزيع حقائب وقرطاسيه مع اطفال متلازمه الحب ولا نحكي اكثر وبشكل موسع اكثر عن المبادره وعن الفعاليات يلي عم تصير ضمن دراسة وخطط أكيد ملموسة على أرض الواقع ضمن احتياجات المجتمع. بصيرنا نرحب عبر الهاتف بالسيد محمد منتصر كيالي مؤسس مبادرة شهيق زفير. صباح الخير. صباح الخير من حلب. كيفك أستاذ؟ الله يسلمك يا هلا صباح النور. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. قبل ما نحكي عن الفعالية والمبادرات اللي عم تقوموا فيها على الأرض وعم تحضروا لها بالمستقبل خلينا نعطي تعريف بسيط عن مبادرتكم. انتم كيف بلشتوا وكيف اشتغلتوا على الارض وبنبلش نحكي عن المبادرات اللي عم تقوموا فيها؟ اكيد. هلا نحن بلشنا تقريبا 3 سنوات
كنا شغالين على موضوع دعم المريض الكورونا بدعمه بالاسوانات وبعدة فعاليات وهالخصوص بالذات. ضلينا تقريبا شي فتره عم اشتغل حتى الحمد لله نوعا ما الجائحه رح تخلص بفتره معينه، فبلشنا نشتغل على نقاط ثانيه هي موضوع اني مبادرات صغيره تعطي دعم للمجتمع تعطي دعم للمواطن. من ضمن المبادرات اللي اشتغلنا عليها نحن دفتر وقلم، اشتغلنا على كمامة وطفل، اشتغلنا على الاسعاف المحلي للطلاب الطب، اشتغلنا على موضوع الدعم الموسيقي او دعم فني للدعم السوري دعم للمرضى نوعا ما بدعمهم من طريق الموسيقى. عدة شغلات كنا موجودين فيها نحن. تمام. وفي كثير فعاليات هي فرحة الطفل كمان، وفي عنا استفدنا من كثير شغلات نحن حاولنا نكون نحن موجودين على الواقع وعلى الأرض. نعم، يعني استاذ محمد خلينا هيك يعني نتعمق اكثر بفعاليه يمكن توزيع قرطاسيه واحتياجات مدرسيه لشباب وصبايا متلازمه الحب. اليوم يمكن هن اللي عم يعطونا القوه، هن عم يعطونا الضحكه والحنان لانه بمشاعر صادقه. خلينا نحكي عن هاي المبادره، قديش العدد يلي نحن قدرنا نلبيه والاحتياجات اللي وصلتنا وقدرنا نأمنها على أرض الواقع؟ هلا نحن أكيد الأطفال الموجودين كانوا معنا تقريبا بحدود شيء 70 طفل 80 طفل تقريبا. نحن كنا حاطين ببالنا 400 طفل 400 حقيبة نوزع على الأطفال. بتعرفي أنت غير موجود موجود فينا يعني، وأكيد الأيادي البيضاء موجودة بكل لحظة وبكل مفصل موجود معنا نحن. فحاولنا نحن نعمل شيء معين. للسنة الثالثة دفتر وقلم كانت موجودة على الواقع. كنا موجودين بأحد المولات بحلب واشتغلنا على موضوع إعطائهم حقائب وقرطاسية وإلى آخره، بإضافة لموضوع دمجهم مع الأطفال الآخرين. فكنا موجودين وكان الفعالية كي كانت حلوة، كانت نوعا ما جيدة وكانت على مستوى. ونحن عم نشتغل على نقطة كثير مهمة وهي دمجهم مع المجتمع العادي، مجتمع الأطفال العاديين. صحيح. فهذا الموضوع كثير مهم، وان شاء الله في عندنا افكار بالمستقبل حنكون يعني عم نشتغل عليها واقعيين نحن اذا الله اراد. تماما. وانت الفكره حلوه كثير هي، ونحن تقريبا مو بس هالفتره بالذات اشتغلنا على موضوع مثل جيم داون، نحن صرنا تقريبا سنتين عم نشتغل على الموضوع بالذات بفعاليات معينه بنقاط معينه بدعمهم باي شيء، لانه هو بصراحه هذا الطفل ما له ذنب، يعني هو بالاخير هو شخص بريء من جوا، نظيف من جوا، في عنده شيء حلو من جوا، عم بحاول يعطي هذا الشيء، فاحنا ليش ما نستثمره؟ نحن نستثمره لشيء صح مضبوط نوعا ما. وان شاء الله انا يا رب نكون احنا قد هالحمل هذا، لاني فعلا هن بيستاهلوا واحد يدعمهم، بيستاهلوا واحد يشتغل معهم، بيستاهلوا نوعا ما ان يعطيهم قوه اكثر واكثر. تماما. أكيد، يعطيكم ألف عافية. ومثل ما قلت إلى أثر كتير كبير على أرض الواقع، أهمية دمج أطفال متلازمة الحب بالمجتمع له أثر كبير على نفسيتهم أيضا. والمعروف عنكم بشهيق زفير، مع كل نفس جديد لأي حدث بيكون على الأرض لازم تكونوا فينا نقول متواجدين، يعني بكل حدث على الأرض لازم يكون في عندكم مبادرة، بتكونوا على الأرض عم تساعدوا الناس. خلينا نحكي عن أهمية وجودكم مع كل حدث على الأرض بيكون موجود، يعني لما نقول افتتاح المدارس لازم تكونوا عم تحضروا لفعالية. تمام. شفناكم لما انتشار فيروس كورونا كنتوا موجودين بأي فعالية بالعيد، نشاطات على أرض الواقع. هلا أكيد خلينا نقول نحن إذا ما كنا نحن كمبادرات فعالة على الأرض مبادرات نحن أكيد موجودين. لأني شوفي الألف شغلي، الفكرة تبلش من نقطة معينة. ليش ما نحن نستثمرها صح؟ أنا بدعي كل الناس اللي عندهم قوة عندهم إرادة يشتغلوا بشيء لدعم المجتمع. فكنا نحن موجودين بكثير نقاط، كثير شغلات حساسه كانت موجوده، سواء مثلا خلينا نقول دفتر وقلم او كمامه وطفل او حتى دعم النفسي للاطفال او دعم النفسي للمرضى. فتره من فترات نحن اشتغلنا على موضوع دعم النفسي للمرضى عن طريق علاج عن طريق موسيقى. في كثير ناس انتقدوني بالموضوع هذا بالذات، بس انا متاكد انا في دول الجوار موجود هذا الشيء بصراحه، موجود دول الجوار وكان له دور فاعل كثير. فخلينا نحن نكون نحن واقعين على الارض ونكون نحن شغالين بطريقه صح واسس صحيحه. وبدعي ان اي حدا عنده قدره وعنده شيء معين ينضم لنا او يكون هو يعمل شيء جديد للمجتمع، لاني مثل ما بتعرفي انت المجتمع ببلش بخطوه وحده، واذا نحن الشباب اللي ما اشتغلوا نحن اكيد ما نشتغل شيء صح مثل العاده.
تمام. بالختام خلينا هيك نحكي مع حضرتك من بعد هالمبادرة توزيع القرطاسية، شو عنا مبادرات جديدة يد الخير يلي عم تعاونكم والمجموعة يلي عم تتعاونوا معها بتنفيذ المبادرات أيضا؟ هل عم تزيد أعدادها من مبادرة لمبادرة من عام إلى عام، ومشاريعكم القادمة بالختام؟ هلا انا مش بس هيك نقطة صغيرة، حابب اتشكر الايادي البيضاء اللي دعمتني، يعني لولا الايادي البيضاء اللي موجودة معي هلا بالفترة هي انا اكيد ما كنت استمر. انا بقول شغله بس، الخير موجود نابع من بلدنا سوريا بالذات، وبالتحديد من حلب اللي هن اشتغل اللي هن دعموني. اللي ظلمت الحرب بالفترة هي بالذات، بس ما غيرت معي معدن الاصلي، قال لي سوريا ذهب، والذهب بحياته ما بتغير صراحة. طموحنا كبير وحلمنا كبير نحن، ونسعى بكل طاقاتنا نساعد نتوسع قدام صعوبات كثيرة، واثقين ان بعملنا نحن ودعوات الناس الموجوده معنا رح نكون موجودين بالوقت المناسب، بشويه دعم رح نصنع معجزات باذن الله. انا في عندي شغله كثير مهمه حابب اطرحها، وبتمنى كل الناس اللي مهتمين بالموضوع يشتغلوا عليها. نحن عم نفكر بموضوع كافيه، مثل كافيه للازمه الحب نوعا ما، مثل موجوده بالشام عندكم اسمها سوسي. صحيح. مؤسسة الجذور هي اللي لكل احترام بهالخصوص بالذات، حابين نعمل شيء بحلب نحن. حابين ان شاء الله نعمل شيء معين للاطفال هذول، ادخالهم لسوق العمل ويكونوا هن ناس ايجابيين بدعم المجتمع. بس انا عندي فكره واحده صغيره، الطفل هذا مو ذنبه، هذا ما اسمه منجوري، هذا اسمه متلازمه الحب، لازم هذا الشيء نحن نعرفه، لاني بيني وبينك هن ما له ذنب، فنحن عم نحاول احنا نكون موجودين معهم بظروف معينه بكثير شغلات كل عن الواقع نحن. بس بدنا نحن نفكر لقدام شوي مشان موضوع انشاء هالموضوع بالذات عليه، لموضوع مثل الكافيه يكون هن شغالين فيها ونحن نكون موجودين معهم بمساعدتهم. تمام. وان شاء الله يا رب مستمرين، وبتشكر الايادي البيضاء اللي ساعدتني باي شيء، بتشكر اي حدا قدم لي دعم، لاني لولا هن انا ما كنت موجود. وصباح الخير. نعم، يعني بالختام شكرا كثير لحضرتك استاذ محمد، وبدنا نتشكرك ونتشكر كل الفريق، فريق شهيق وزفير، اكيد موفقين بخطواتكم اللي جايه، وعام جديد ان شاء الله موفقين بخطواتكم ولطلابنا بمتلازمه الحب كمان، ان شاء الله عام خير عليهم كلهم. شكرا كثير لك، كنت معنا من حلب، تحيتنا لكم. صباح الخير. شكرا. يعطيكم ألف عافية الأستاذ محمد منتصر كيالي، مؤسس مبادرة شهيق زفير، أكيد نتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله يا رب دائما تتموا بهم الهمة موجودين على الأرض. أما هلا مشاهدينا بننتقل لمحطتنا الأخيرة لليوم، وكثير منا يمكن وأكثرنا الصبايا والسيدات بيعانوا من هالات سودا تحت العين، وأحيانا بتكون عند أشخاص خفيفة وعند أشخاص يمكن بنشوفها بشكل كثير كبير. لنحكي عن أسبابها، طرق علاجها، كيف فينا نعتني فيها. معنا الصيدلانية رولا، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحكم بكل خير يا رب. صباح الخير رولا، أهلا وسهلا فيكي. يعني بالبداية عم نحكي عن الهالات السود، اللي هي لها كثير من الأنواع، كثير من يمكن الأشكال الأكبر الأصغر، ولها علاجات كثيرة. بالبداية خلينا نفسر شو هي الهالات السود، وإيمت بنقول هي هالة وهي لا يمكن تعب، هي يمكن رح تيجي فترة وتروح. هلا أول شيء خلينا نوصف توصيف دقيق للهالات السود. أوكي. هو تصبغ بيكون بالأسفل الجفن السفلي للعين، بيظهر ممكن للون أزرق، ممكن لون بنفسجي، أو حتى لون بني داكن. طبعا بتكون مزعجة كتير وواضحة للعيان يعني، وكتير من الأشخاص إن كان ستات رجال أو سيدات كل الأشخاص بينزعجوا منها. صحيح. هلأ طبعاً إلى عدة أنواع، في عنا أربع أنواع للهالات السوداء. عنا هالات وعائية، هي ممكن تكون حتى وردية اللون أو بنفسجية. عنا هالات مصطبغة، هي اللي بتكون بنية اللون. وعنا هالات تركيبية بتكون من النوعين السابقين، وهالات مختلطة. هلا طبعا اسباب ظهورها، يعني عنا كثير اسباب ظهور للهالات السوداء. يعني كيف فينا نصنفها حسب نوعها؟ يعني قلتي هناك اربع انواع ولا لا ما فينا نصنف حسب النوع؟ هلا ما فينا نصنف، لانه يعني ممكن تظهر باي لون، ممكن تظهر باي لون، ولكن انا هلا ممكن نصنف الهالات عن الاكياس تحت العين، الاكياس الدهنيه او الشحميه. هلا الهالات هو تصبغ، ولكن الاكياس تحت العين هي بتكون شكل كيسي او شكل جيبي منتفخ كمان. صحيح. ممكن كمان يكون مزعج حتى بالرؤيه،
طبعا كل حاله الى علاج مختلف هلا بنحكي عنهم، ولكن بالنسبه للاسباب اكيد نفس الاسباب، وحاله الاكياس تظهر اكثر بالتقدم بالعمر. ولكن اسباب الهالات السوداء ممكن تعرض للشمس بشكل مستمر بدون تطبيق واقي شمسي، ممكن اسباب وراثيه، وراثه نوم، تعب، ارهاق، اكيد كل طبعا بيلعبوا دور، ونتيجه مشاهده الشاشات لوقت طويل، ارهاق، نوم غير المنتظم، تدخين، الكحوليات، اكيد في عده اسباب لهذا الموضوع. هلا اذا خلينا نحكي عن علاج الهالات السوداء. هلا علاجها في عنا عده انواع من العلاج. خلينا نحكي عن العلاجات الطبية، ممكن احنا نستخدم كريمات موضعية خاصة طبعا باستشارة طبيب او صيدلاني مختص بذلك لحتى نشوف نحن شو بشرتنا اذا كانت صحيح. حساسة او بناسبها هذا النوع من الكريم او هذا النوع، اكيد نحن ما بصير نستخدم بشكل عشوائي. ممكن حتى نلجأ لبعض التقنيات العلاجية التجميلية اللي طالعة مؤخرا مثل حقن الميزو وحقن الديرمابين او حتى بعض اجهزه الليزر، يعني في اجهزه متخصصه بهذا النوع من التصبغات. هلا بالنسبه للكريمات بنحاول دائما يعني اذا بدنا نلاقي كريمات خاصه للهالات السوداء تكون تحتوي على بعض احماض الجليكوليك والازيليك وفيتامينات كمان، اكيد في سيرومات فيتامين سي كثير مهم، والكافيين تكون تحتوي على فيتامين سي والكافيين. نعم رولا، عم نشوف كثير من الصبايا اللي عندهم الهالات السوداء عم يلجؤوا الى علاجات عن طريق ممكن يعني العلاجات الاسرع، هي بتكون ضمن مراكز العنايه بالبشره من خلال ابر، من خلال تقنيات جديده. خلينا نحكي عن ابرز هالتقنيات يلي هي ملائمه ومسموحه لجميع انواع بشرات، وعم ناخذ يمكن فيدباك على ارض الواقع بشكل سريع وبشكل مضمون وغير مؤقت. تمام. هلا الاجراء هو المسموح حاليا والرائج هو حقن الفيلر. الفيلر اللي نحكي شوي عنه هو مواد مالئه تحتوي على هيالورونيك اسيد وبعض الفيتامينات. هلا للتوضيح، اجراء الفيلر هو اجراء بيخفي المشكلة، ما بيحل لنا اياها، هو ما بيعالج المشكلة بصراحة. يعني نحن ما عالجنا المشكلة اساسا، نحن مجرد خفيناها. هلا نحن بنلجأ لهذا الاجراء وقت نحاول كافة العلاجات وما نلاقي نتيجة. تمام. يعني نحن في شغلة دائما بننوه عنها انه مشكلة الهالات السوداء او مشاكل تحت العين هي دقيقة جدا وبدها وقت طويل وفترات صحيح. طويلة، منطقة حساسة ورقيقة جدا، يعني جداً. ممكن نحتاج وقت طويل، ممكن يمتد من 8 شهور لسنة، يعني بده صبر، بده استدامة بالعلاج. اذا ما لقينا نتيجة او كان في مشكلة وراثية او مشكلة مرضية بذلك، ممكن نلجأ لحقن الفيلر لاخفاء هي المشكلة، ونتيجته غالبا عم تكون مرضية وصراحة جيدة جدا يعني. طب خلينا نحكي، يمكن كثير من الناس بتلجأ للعلاجات الطبيعية، يعني كثير بنسمع مثلا في ناس بتحط تحت عيونها بعض المواد، بعض الفواكه، بعض الخضرة، قديش فعليا هي القصص بتساعد؟ يعني بتلاقي صبية بتحاول يمكن تجتهد شوي بالبيت، بتحاول يمكن تخفف هي الهالات السوداء شوي. هلا اول شيء انا ضد هاي الاجتهادات الشخصيه، ما حكي وحكي الجارات والصبحيات، انا ضد هاي الاجتهادات الشخصيه وضد النصائح من شخص والنت والى اخره وسائل التواصل الاجتماعي. ما بنقدر نحن نستخدم شيء عشوائي ابدا على بشرتنا بشكل عام، فما بالكم على منطقه حساسه مثل تحت العين. يعني هي منطقه جدا رقيقه وبدها عنايه كثير خاصه، فأنا ضد هذا الموضوع. هلا أكيد في بعض الإجراءات المنزلية البسيطة يلي ممكن تساعدنا بهذا الموضوع، مو خلطات وقصص، ممكن يعني نستخدم كمادات باردة بشكل يومي، هذا الموضوع كثير بيساعد. ممكن نحط أكياس الشاي الباردة بيساعد على تدفق الأوعية الدموية. أكيد مثل ما بنعرف الشاي بيحتوي على كافيين ومضادات الأكسدة، وهذا الموضوع أكيد بيفيد. فبس اما شغلات خلطات وقصص لا، يفضل لا، ممكن يكون عندنا حساسيه للموضوع. رولا، بنشوف انه احيانا نتيجه يعني ارهاق العيون بالدرس بيطلع هالات شوي سود، ولكن بيروحوا اكيد بعد شوي بالنسبه للمراهقين وللشباب ايضا. هون فينا نعتبرها انه هي تحت مسمى مرض او حالات خطره ولا لا هي مؤقته
وبتروح، وإيمت بتكون يمكن بأي عمر نحن بنقول لا لازم نعالجها؟ يعني بتلاقي المراهقين إنه لا طلعت لي حالة إنه في هالات سود، لا لازم لاقي لها حل، بنروح إلى حلول ممكن نحن نكون بشي نصير بشي تاني. بأي عمر مسموح إنه نحن نعالج الهالات السود؟ تمام، بس للتوضيح، هلا اول شيء متى ما ظهرت الهالات عنا لو بعمر مبكر بسن صغير فخلص هي ما رح تروح لحالها بهيك صحيح، يعني مستحيل هذا الشيء. طالما هي ما شيء مؤقت، مستحيل، لا ما شيء مؤقت. طالما ظهرت عنا فاكيد نحن بدنا نعالجها، بدنا نحل هي المشكله. هلا اول شيء نحن طبعا بنعمل تحاليل لازمه، بنعمل اجراءات لازمه، اذا بنشوف اذا عنا حاله مرضيه، عنا فقر دم، نقص حديد الى اخره، يعني بنشوف اذا في سبب مرضي لذلك، وعلى حسب إذا لقينا يعني بدنا نعالج المشكلة الأساسية بالأدوية، إذا لا يوجد مثل ما حكينا بالإجراءات الموضعية الكريمات أو التقنية التجميلية. العامل الوراثي قد بيلعب دور؟ يعني بنشوف في كثير ناس عامل وراثي إنه أنا طبيعة أهلي هيك، أكيد طبعا في عندهم هن بالعيلة بشكل عام طبيعي إذا منا تعبانة ولا مرهقة هو لا، يعني عامل العامل الوراثي بصراحة هو سبب أساسي غالبا بيكون بهذا الموضوع، وبيكون شوي علاجه صعب، وفي أشخاص ممكن دائما ما يلاقوا، يقولوا إنه ما عم نلاقي نتيجة مرضية، يعني عم يخف بنسبة 10% بنسبة 20%. هدول الأشخاص قلت لك غالبا بالنهاية بيلجأوا لحقن الفيلر يلي بخفيهم بشكل نهائي. فينا نقول بالختام إمتى فينا نقول إنه هي هالات سود خطرة وهي تصبغات ممكن أو نوع البشرة هيك؟ هلا ليك ما فينا نقول عن الهالات إنه هي مسألة خطيرة، هي مسألة طبيعية بيعاني منها، يعني فينا نقول 50% من الأشخاص. هو موضوع كتير بسيط وما لازم يشكلنا يعني مشكلة نفسية أو نتضايق أو يعني شوية اعتناء حتى فينا، يعني دائما نحن بنقول الوقاية أفضل من العلاج، فنحن دائما بنتبع بعض الاحتياطات لحتى يكون في عنا وقاية وما يظهروا لنا. منبلش بنعتني بسن أصغر، منبلش ما ننطر لسن 30 أو 40، لا منبلش بالعناية من سن 20، منحاول نهتم بغذائنا، منحاول نبتعد عن التدخين بشكل أساسي، منحاول دائما ما نطلع بدون واقي شمسي، وخاصة بأوقات الذروة أو بدون نظارات شمسية. مثل ما بنعرف يعني أول شيء بيظهر على تعب البشرة هو منطقة تحت العين بالنسبة للهالات السود وبالنسبة حتى للتجاعيد. أكيد نتشكرك الصيدلانية رولا زيتون على وجودك معنا، كنا سعيدين فيك لليوم، ولهون وقتنا بيكون خلص. شكرا كثير. أنا أسعد. شكرا كثير للمعلومات اللي قدمتي لنا إياها، ونهارك سعيد. يسعد صباحكم. صباحك. لهون مشاهدينا بنكون وصلنا لنهاية مشوارنا الصباحي، بدي أتمنى لكم بقية النهار يكون على ذوقكم وأمنياتكم، وكل شيء مقررين من الصبح إنه تعملوه يتحقق. وشكرا يا نوري، يعطيك العافية. يعطيك العافية ليا، وأكيد نتمنى هالنهار يحمل الخير والبركة وراحة البال لكل الناس. بلتقانا بكرة على شاشة الإخبارية، ومن هلأ لبكرة تبقوا بألف خير. باي باي.